فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا حالة كسر عنق فخذ كتير كتير متكررة مع الكبار في السن. مريضنا عندها مختلف أكثر من قصة مرضية، ضغط وسكري وأشياء ثانية أخرى، لكن كلها تم ضبطها وتم التخدير التقني بنجاح تام الحمد لله رب العالمين. كان معنا فريق جراحي الدكتور زاهر حلواني، دكتور محمد محرز، كل دكتور يحيى الشمال طيب التخدير، ومرضتنا أم محمد حكت لنا بشكل مفصل عن شعورها والشكل اللي صار معنا احنا. فبدنا بس ناخذ فكره سريعه من الدكتور زاهر عن الحاله المرضيه اللي تم فيها جراحه. وتمنى تفضل دكتور زاهر. كسر عنق فخذ بعتبر الكرمه بحاجه الى تبديل مفصل بهي الحالات، خصوصا بهي الاعمار. نحن بنركب مفصل بايبولار اسمنتي، تمشي المريضه ثاني يوم من العمل الجراحي، الحمد لله على سلامه الحاله. شكرا لكم. اي اخوتي المشاهدين اي تساؤل بدكم تسالوا ففيكم تبعثوا لي على الرقم من اسفل الوصف، انا حاطط رقمه، تواصلوا معي، نحن جاهزين مع فريقنا الجراحي كلياتنا. تحياتي لكم مستشفى حمص الوطني سوريا، نتمنى للشفاء لجميع المرضى ولمرضتنا ام محمد ان شاء الله الشفاء العاجل. شكرا لكم. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، معنا المريضه ام محمد، عملنا لها عمليه بالسلامه، تخدير نصفي لعمليه جراحيه كانت كثير كثير الحمد لله موفقه، وكانت خايفه هي من الموضوع شلل وقصص ثانيه سمعتها من العالم. بدنا نعرف هلا راي ام محمد، تخبر العالم شو الناس، شو التخدير، شو شعرت فيه، انبسطت، انزعجت، شو؟ قولي لي، تفضلي يا ام محمد. والله العظيم ولا احسن من هيك عمليه، لا رجعت ولا توجعت ولا عدن عملت عمليه ولا حسيت بشيء بنوم. الاهم ولا يشفيكي والله الحمد لله. العظيم كثير كثير يعني مرتبين والله. ان شاء الله خير، نحن كلياتنا معك كنا، وان شاء الله بنضل معك، ويا رب هيك يشفيكي ويحقق لك الشفاء العاجل. قد كنت خايفاني والله، ما كأني عملت عملية، لا والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أول ما قال الأبري مدى شكرا بالظهر من الشلب مدى شو خيفان، ما أشعرت بشيء منه. الله إن شاء الله يديم صحتكم إن شاء الله يا رب، ويقويكم بحسنتنا من جهة النبي.